السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم. فيديو جديد معي اليوم. فيديو جديد اليوم مختلف على الفيديوهات اللي سابقين ديال السفر. اليوم بغيت قبل ما نكمل لكم الفلوكات ديال السفر، مادام انني غنصاوب هاد الفخد غادي نطيبو في الفرن، قلت غادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش غادي نصاوبو. دونك عندي ديجا الفخد، سمحوا لي ما حطيتش كل حاجه نديرها انا، ما عنديش مع داكشي ديال الزواق حاط كل حاجه في طويصه فادي لان ما عنديش الوقت. مع عندي بابا صغير يلا في عمره 3 شهور كيفيق كل ساعه، دونك ما عنديش الوقت. دونك حطيت كل شيء في القراعي. دونك اول حاجه عندي هنايا عندي السمن، هذا السمن ديال المغرب جابته لي ماما معاه فاش كان جات. ممكن غادي نخلطو. عندي الثومه ديجا مهروسه، عندي سكينجبير، قزبر يابس، هذا الزعفران حر درته في كويس ديال الماء، عندي الخرقوم، عندي الابزار، عندي هذه الخلطه ديال الادودو اللي معروفه هنايا، كيديروها مع اللحم، كيديروها مع الدجاج، مع ما بغيتو. هذه حتى نقول لكم شناهي في الاخر. عندي ثومه حبات لان غنحتاجها، غادي نديرها في هذاك الفخذ. عندي الملحه، عندي لاصوص الحاره، وعندي الزيت البلديه. دونك هذه واحد الخلطه بحال قلتو شموله ديال اللاتينيين، كنمدني عقوسي كيفاش ندير نصاوبها. صراحه هذه زوينه بزاف وكتصلح بزاف، كنطيب الرز بها، نطيب بها شحال من حاجه. شي نهار نصاوبها لكم، كتكون فيها الفلفله خضراء وحمراء، ديك الفلفله الصغيره الحلوه، وعاد الفلفله الكبيره، والثومه والقزبور بزايد، واحد النوع ديال القزبور ديال هنايا، والمعدنوس، وكذلك البصله، وكذلك كتكون فيها الساسون اللي هي واحد الملون ديالهم هنايا كيكون فيه مع شويه ديال الزعتر. دونك هادو هما المكونات باش غادي نشرمل. غادي نوجد الشرميله هي الاولى، ومن بعد غادي ندوز ليكم باش نوريكم كيفاش غادي نشرمل الفخذ ديالي. هو ما غاديش نطيبو اليوم، غادي نخليه حتى لغدا ان شاء الله، حتى يشرب الشرموله مزيان عاد نطيبو. دونك اول حاجه غادي ندير هي هانتوما، هي هاد الشرموله. غادي ندير 3 د المعالق كبارين، هي شحال ما درناها مزيان صراحه ما بقاتش ليا، دونك مزيانه غادي تكون باش غادي نصاوبها لكم ان شاء الله. دونك من مور الشرموله غادي ندير، واخا فيها الثومه مي غادي نزيد الثومه معلقه. غادي ندير معلقه كبيره ديال السمن، هادي حتى عندي معلقه صغيره، دونك درت معلقه كبيره ديال السمن. دونك غادي ندير سكينجبير، سمت معلقه كبيره، دونك غادي نحاول نكير. عندي معلقه كبيره هنايا، ندير القزبر يابس، نسيت ما قلتوش لكم ولكن راه حتى هو كاين، نص معلقه ما بغيتش ندير فيه بزاف، واخا هو راه كيجي زوين. غادي ندير الابزار، سمت واحد نص معلقه، الخرقوم سمت ديال واحد المعلقه كبيره، غادي ندير هاد اللي كتشوفوه ادودو حتى هو سمت واحد المعلقه صغيره، لان هو ديجا كيكون بحال لي مالح، ما نقدرش نزيد الملوحيه اكثر. عندي الملحه حتى هي ما نملحش بزاف لان هذاك ادودو مالح، وكذلك السمن مالح،
دونك عندي هنايا شويه ديال لاصوص حاره، وعندي الزيت البلديه هي شويه، وغادي نزيد في الاخر هذا الزعفران اللي طلقته ديجا في الماء. غادي ندير غير النص دابا، نص ديال الكاس، ما غاديش نعمر هذا كامل، وغادي نحاول نخلط داك السمن وداك دونك. هانتوما هادي هي لاصوص اللي غادي ندير، شفتوني هنايا كنخلط، نحاول نمعس داك السمن مع ديك التومه مع داك الكزبر والمعيس اللي ديجا مصاوب. نسيت واحد الحاجه اخرى اللي نسيت ما ذكرتهاش، وهي ضروريه مزيانه هنايا، كتعطي واحد واحد المذاق زوين بزاف، اللي هي اكلي الجبل او لا روزماري. دونك الروزماري ها هو غادي نزيدو حتى هو، لان هذا بالضبط هذا الفخذ فاش كيدار في هذا في الفران عطي واحد النسمه كتكون فيه زوينه بزاف. هذه هي الشرميله ديالنا، نزيد نعس هاد السمن باش ما يبقاليش طارق بزاف. وقبل ما غادي نبدا نشرمل، اول حاجه اللي غادي ندير هي غادي نتقب هاد الجيبو، غادي نتقبو في اللحم، من جهات بجوج نحاول نتقبو باش ندخل فيه باش تدخل الشرموله، وكذلك حتى ديك الثومه ديالنا. نجرب واحد البلاصه اخر عندي احسن، هذا احسن. دونك انا كنحاول البلايص اللي غادي تدخل فيهم الثومه، وكذلك باش تعاون حتى الشرموله. دونك غادي نحيد هذه هي الثومه اللي عندي، كتشرى اما كتشرى منقيه ديجا واجده هنايا. ناتوريل ما فيهاش زعما تقولوا لا فيها داك ما سميتو داك اللي كيحافظوا على الحاجه تبقى مزيانه. دونك غادي نحلها وغادي نشد الثومات صغارين اللي تخشاو ليا في اللون. نغسلها انا راه واخا هكا كنغسل بحال زعما كيقول لك راه ما مغسول وداكشي، ما جو بريفير نغسل. دونك دابا البلايص اللي تقبتهم نحاول ندخل فيهم الثومه. حيتاش فاش كيطيب كيطلق واحد المذاق زوين. ندير غير الشرميله اللي بقات لي في يديا دابا، دونك تنحاول ندخل ديك الثومه. نزيد نحلها، ايرا صافي يعني بركه عليها. ندير لنا هي شحال ما دارت فيه الثومه اللحم مزيان، هذا اللي كيكون غير تيبقى في الفرن ماشي بحال داك اللي كنديرو بحلو،
هذاك اللي كنديرو حلو. كنحاول باش ما امكن دوك البلايص اللي فيهم اللحم ندخل فيهم الثومه، كتعطيها حتى النسمه وطيبه مزيانه. دونك هذا وهادي دونك صافي دخلت الثومه. دابا غنشد هذيك الشرميلة اللي شرملت وغادي ندخلها مزيان شحال ما تشرمل مزيان. نكبها بحال هكا ونبدا ندوز عليه مزيان حتى يتشرمل ليا. هادي راه تقدروا ديروها حتى الضلعه الا بغيتوا تطيبوها في الفران الكتف. ان شاء الله نحاول الفيديو الماجي ديال الطبخ ندير لكم هاد هاد الشرموله اللي كانت اللي علمتني عقوستي كيطيبوا بها الروز وكيطيبوا بها شلة حوايج. وصراحه كتهني كيفاش كتكون عندك مزيان كتكون عندك في الثلاجه، يعني عا ماشي كتبدا تقلب عاد تصاوبها هاد تحك الثومه هاد 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 دير القزبور هاد دير. دونك انا دابا شرملته غادي نخليه غنغطيه بميكا بالبلاستيك الالومنيوم البلاستيك الغذائي وغادي ندخلو للتلاجة حتى لغدا ان شاء الله. هنايا بقات ليا هاد شويه ديال الشرموله، غدا ان شاء الله غادي نوريكم شنو غادي ندير بها. دونك غالبا ما هاد الفيديو غادي يكون فيه على جوج ديال الاجزاء، غادي يكون الجزء الاول ديال هذا ديال الشرميله والجزء ديال الثاني اللي غادي يكون فيه الطياب وكذلك المقبلات اللي غادي ندوزهم ونصاوبهم معاه. دونك ها هو هذا درتلو البلاستيك الغذائي وصافي غادي نديرو في الثلاجه باش يبقى يتشرمل حتى لغدا ان شاء الله. غادي ندخلو غندخل الفران غادي نوريكم شنو غادي ندير باش غندخلو الفران وشنو غادي نحط فيه قبل ما نردو يطيب ان شاء الله.